السلام عليكم يا استاذ فاروق سعده. ايوه السلام عليكم يا استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولكل جمهورك الكريم من كل انحاء العالم. حبيبي يا عم فاروق، بنكلم علي شحاته مش لاقينه وقافل الموبايلات، باين عليه بيخلص صفقه في الزمالك. قول لنا ماذا لديك؟ عايز ابدا مع حضرتك بفيديو لسه نازل من دقايق، لقاء مع الاستاذ توفيق عكاشه، بس مهم ولازم اتكلم فيه. اتفضل. على القاهره 24 لسه مدته 6 دقائق. بيوجه كلام لكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور، وقال الكلام نصه كالاتي: قال اولا انا بقدم اعتذار للكابتن محمود الخطيب عن اللي حصل معاه الفتره الاخيره، وما اقدرش اقول ان الاعتذار ده بالنيابه عن رئيس نادي الزمالك، لا انا بعتذر له على كل اللي حصل معاه ويحصل معاه الفتره الاخيره. ولكن انا عايز اوجه له كلمه واقول له: يا كابتن خطيب، مصر دلوقتي وسط الاحداث العالميه اللي بتحصل، مش حمل مشاكل زياده او حمل مشاكل كتير. يا كابتن خطيب، احنا عارفين ان انت راجل عندك ليك حق، وراجل اتظلمت، وانا عشان كده بعتذر لك. انا عضو في نادي الزمالك وعضو في النادي الاهلي، عضو في الناديين، لكن بقول لك في نفس الوقت لازم نشوف المصلحة العامة، لأن الأزمة العالمية كلها مأثرة على مصر كتير قوي، فمصر مش مستحملة مشاكل تاني. دين رجع قال: أنا كنت بتفرج على الخطيب وحسن شحاتة، كانوا أيقونتين، والأهلي والزمالك كانوا حاجة كبيرة جدا. ووجه كلامي للمستشار مرتضى منصور، قال: إحنا لازم يا سيادة المستشار، بوجه كلامي ليك، لازم ننصهر كلنا في بوتقة واحدة ونرجع تاني. ما خلينا صرحة، مصر من غير اهلي وزمالك مفيش كوره. حلوه ينصهر قوي، عجبتني قوي ينصهر دي. لازم يا جماعه، يا جماعه كلنا لازم ننصهر، ارجوكم لازم تكتبوا في التعليقات ان احنا كلنا لازم ننصهر. يعني الدكتور توفيق بيقول لكم كلنا لازم ننصهر في بوتقه واحده، اوعى حد ما ينصهرش. انا شخصيا انصهر، انت هتنصهر يا فاروق؟ باذن الله تعالى. أرجوكم يا جماعة اللي مش هينصهر يقول لنا، أنا شخصيا هنصهر، لازم كلنا ننصهر. ننصهر دي زي لغاليغو. يعني يا جماعة اللي مش هينصهر، الدكتور توفيق عكاشة هيزعل منه، لازم كلنا ننصهر في بوتقة واحدة، لازم. أرجوكم اللي مش هينصهر معانا يبلغنا عشان نقدر نشوف حد غيره يجي ينصهر. أنا شخصياً هنصهر، لازم ننصهر بصراحة. دكتور توفيق عكاشة رايح الحج والناس راجعة. وبعدين بيقول لك لازم الموضوع يتحل، لازم يحصل تصالح، مصر مش مستحملة، رئيس نادي الزمالك ورئيس نادي الأهلي من غيرهم مفيش كورة، شئنا أم أبينا. إحنا في الآخر بنتكلم على الأهلي والزمالك وهم كل مصر، فلازم نشوف الموضوع ونشوف الحل ده. أنا بدعو جميع الأطراف في التهدئة ونتكلم مع بعض ونحاول نلم الموضوع ونحاول نتكلم، لان بلدنا مش مستحمله. كابتن خطيب، انا بقدم لك الاعتذار تاني على اللي حصل معاك، ومش بالنيابه عن مستدى منصور ولا عن اي حد، لكن انا لان اللي حصل معاك ما يرضيش حد، لكن انا بدعو لاخر الناس كلها انها يعني نلتحم كلنا مع بعض عشان خاطر البلد وعشان خاطر مصر. ده نلتحم غير ينصهر؟ لا، ما هو الاثنين واحد، بس لازم بقى. يعني هو عايزنا، يعني ما هو لا، ما ينفعش لا نلتحم لا ننصهر. ازاي هننصهر ونلتحم؟ ما احنا انصهرنا. معنى بعد الانصهار يبقى في التحام. ما احنا انصهرنا، هنلتحم ازاي؟ يبقى لازم نلتحم الاول وبعد كده ننصهر. تمام، ماشي ماشي. بس ده يعني هو كان تقريبا 3 4 5 دقايق. بوجه نداء اخير لكابتن محمود الخطيب خلاص، وبوجه نداء للمستشار مرتضى منصور، ويا ريت الموضوع ده يتم عشان خاطر بلدنا مصر. ده يا جماعه الدكتور توفيق عكاشه وصوت جديد يدعو الى التصالح ويعتذر للكابتن محمود الخطيب، وبيقول له لازم تنصهر وتلتحم وتتنازل وشيء من هذا القبيل. انا انتظر هل الكابتن محمود الخطيب سيتجاوب مع دعوه الدكتور توفيق عكاشه، ولا هيديها طناش. المعلومات اللي عندي ان ملف التصالح عند الخطيب مقفول بالطب والمفتاح. اللي بعده يا فاروق.
تمام. اتحاد الكوره النهارده نزل تهنئه لمعالي او الدكتور اشرف صبحي، بعد يتقدم مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علان بخالص التهنئه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بعد تجديد القياده السياسيه الثقه بشخصه للاستمرار في منصبه خلال المرحله المقبله، متمنين له دوام التوفيق والنجاح. من بدوره برضه الدكتور اشرف صبحي كان النهارده طلع بيان محترم جدا نتكلم فيه عن الفتره اللي جايه ونتكلم فيه بعد ما تم تجديد الثقه فيه. قال كل الشكر للقياده السياسيه على الثقه الكبيره، هنمضي قدما لخدمه الوطن، انا بعمل كل جهدي لتحقيق اهداف الدوله والمصالحها، العمل على تطوير الشمل في منظومه الشباب والرياضه وفقا لرؤيه الحكومه، وباكد ان الفتره اللي جايه هتشهد انطلاقه كبيره في خطط واهداف وزاره الشباب وفيما يتعلق بكل الانشطه والخدمات الجماهيريه على مستوى مختلف المحافظات لرفع الوعي وخدمه قضايا التنميه. كمان قال التطوير مستمر ومتواصل، والوزاره هتستكمل كل ما بداته من انشطه ومشروعات وبرامج لها علاقه بتحسين البنيه التحتيه الرياضيه وتطوير مراكز الشباب والمدن الرياضيه الشبابيه المتكامله ومراكز الابتكار، بجانب الوعي المرتبط بجهود الدوله في ملف بناء الانسان المصري والتنميه الفكريه والثقافيه. وقال حول مراكز الشباب، قال حولتها لمراكز خدميه مجتمعيه ولسه مستمرين في مراكز شباب ثانيه، وهنخليها مراكز الشباب دي قادره على تقديم الدعم والرعايه للنشء والشباب مختلف الفئات العمريه، بالاضافه لبرامج التاهيل لسوق العمل. وقال في الاخر صح يا مصر صح يا مصر صح يا مصر، ده بيان كان هو نزله فور يعني تعيينه او تجديد الثقه فيه كوزير الشباب والرياضه. وانا شهادة لوجه الله الراجل عمل انقلاب في الاستثمار وفي دنيا مراكز الشباب، ولنا كلام مهم في الموضوع ده اللي بعده. النائب احمد دياب اتكلم النهارده بجمله مختصره لما اتسال بعد كلام رئيس الوزراء على تشييد الكهرباء، قال الموسم اللي جاي الدوله هيكون موفر للطاقه ومفيش مباراه هتلعب تاني الساعه 9، واخر مباراه هتكون في الجداول الساعه 7، مفيش تاني مباريات مسائيه، وده كلام نهائي لان احنا بندعم الدوله في قراراتها لمصلحه الدوله وده لمصلحه الدوله، فالجدول الجديد هيبقى بنفس الوضع اخره الساعه 7، مفيش ماتشات تاني خلاص الساعه 9. او ممكن يلعبوا 9 ويشتغلوا بالبطاريات. عاد ونعمل كل لاعب يا احمد بيه، كل لاعب يروح الملعب مع بطاريه. اخدم نفسك. نسبه المشاهده جامده يا عبد الناصر، هتقلل نسبه المشاهده جامد. يا راجل هو في حد، ما انا مختلف يا احمد بيه معاك. سياده النائب احمد دياب رئيس الرابطه مختلف معاك. انت عندك دوري بالمليارات مش بالملايين، ودوري من غير سهرات ما ينفعش يبقى دوري. انت هترجع تاني اشتغل بقى بالكلوب. لا 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 يعني ايه دوري موفر للطاقة؟ أول مرة أسمع دوري موفر للطاقة، يعني دوري موفر للطاقة وتاخد باكو بسكوت وسندوتش فول طعمية؟ لا ممكن زي اللي مش في التليفونات كده بيقول لك في زرار موفر للطاقة عشان يقلل طاقة التليفون والإضاءة. لا لا يقبل مني أحمد بيه دياب أن بعد إذنه، يعني هو حبيبي وأخويا ونادرا ما أول مرة أختلف معاه، مش نادرا، أنا لا أوافق أبدا على دوري موفر للطاقة ده. أنا لا أوافق، كفاية النور اللي بيقطع علينا كل يوم. أنا لا أوافق بالمرة، لأن الدوري الموفر للطاقة مواعيده لا تتناسب مع المغتربين في الخارج، ولا يتناسب مع فكرنا في أن دورينا يبقى بالمليارات ويقفز إلى ما كان عليه تامن العالم. آخر رقم وصلنا له في 2010. أو زي ما بتقول أختنا عزة صلاح، هنعمل دوري اشحن ولعب. حلوة والله اشحن والعب دي، والله العظيم يا جماعة. لا لا أنا مش موافق أبدا يا أحمد بيه، ولازم تعيد النظر في هذا الموضوع، وأتمنى الأندية تعمل ده لأن هذا لا يتناسب معنا بالمرة. إحنا مش أقل من إنجلترا ولا أسبانيا ولا الكلام ده، أو طموحنا إن إحنا نبقى زي الناس دي في الكورة. لا أنا مش موافق بالمرة طبعا. دوري بالنهار سيء وجو سيء، شتاء وصيف، يعني لا نسب الجو يعني، ولكن لا يتناسب مع الكوره. الكوره سهرات كمان يا استاذ ناصر، في نقطه معظم السوشيال ميديا الاهلي والزمالك قال لك الساعه 7 دي في ناس بتبقى موظفين لسه. يا بيه انا بقول لك لا يتناسب لا مع الموظفين ولا مع المغتربين. ايوه بالظبط. لا 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 خالص خالص، حتى التسويق هيضطر الناس. خلي بالك هتشتري دماغها وهتتفرج على ملخصات على اليوتيوب، هيقتلوا المشاهده. ومحدش هيروح الاستاد، مين هيروح الاستاد بالاعداد اللي هم عايزينه؟ عايزين يفتحوا الاعداد المدرجات، مين هيروح يتفرج؟ يعني حتى على الاقل اعمل تنوع وخلي مباريات القمه والجماهيريه بالليل،
كده يبقى قللت من المساحه. يعني ايه يعني تعمل مثلا فاركو وايسترن كومباني 9 ولا ليه لازمه، ولا 7 ولا ليه لازمه، يتلعب بالنهار ما يتلعبش، ما فيش جماهيريه. لكن ما ينفعش اهلي وزمالك تقول لي ما يبقاش سهره، ولا اهلي واسماعيلي، ولا اهلي ومصري، ولا زمالك ومصري، ولا زمالك واسماعيلي، ولا اهلي واتحاد، ولا زمالك واتحاد، ولا اهلي وغزل المحله، ولا غزل. يا راجل انت ماتشات غزل المحله اللي في المحله عشان ما عندهمش اضاءه بتبقى ناقصها الكتير وبتبقى وحشه. ده لو في اضاءه في ملعب استاد غزل المحله وماتشات غزل المحله مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري اللي هي الماتشات الجماهيريه دي بالليل، اتفرج بقى واستهل الجماهير بقى واستمتع. ده الدوري اللي احنا عايزينه. اللي بعده يا فاروق. المدرب البرازيلي جديد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي قال كلام محترم جدا على مصر. قال النهارده كان اول حوار لي او امبارح بقى امس، قال انا سعيد جدا واتشرفت بتدريب منتخب مصر، بشكر محمد بركات اللي تواصل معايا مباشره واتكلم معايا. انا قلت احنا هنشتغل كلنا مع بعض والعرض المهمه تقيله عليا، كان عندي عروض من منتخبات كبيره جدا، لكن عرض مصر كان مغري شويه لانه مشروع وشغف الجمهور والمده اللي يعني العقد كان بيديني الفرصه ان انا اطبق كل افكاري. وزي ما قلت قبل كده الشعب المصري بيحب وبيعشق الكوره زي الشعب البرازيلي. انا ما شفتش شغفهم وشفت تعليقاتهم، حسيت ان هم زي البرازيل، انا زي عندنا في البرازيل. قال انا اعرف اللعيبه المشهورين في البرازيل، انا اكتشفت منهم كتير زي جيسوس النهارده بتاع الارسنال اللي جايب هدفين، وماركينيوس وريتشاردسون ولوكاس باكيتا والحارس ايدرسون طبعا بتاع ليفربول. قال معظمهم دلوقتي في الفريق الاول. انا بحب الطريقه الهجوميه اللي بيحبها الشعب المصري وبلعب برضه بتوازن، وهنعمل بكل اجتهاد ان شاء الله عشان اقدر اسعد الشعب المصري واخليه يبقى يعني فخور بمنتخب. كمان بعديه بقى الاستاذ محمود او كابتن محمود فتح الله بيراميدز، الكلام الكتير اللي قاعد يتقال الفترة الأخيرة على رمضان صبحي وشريف إكرامي والناس دي، قال أنا ما أعرفش أي حاجة عن الكلام ده، الإدارة هي اللي ليها الكلام في الموضوع ده، إحنا أهدافنا واضحة إن إحنا كنا ناخد الدوري، لكن هو موضوع بعد. وأنا شايف إن لو بيراميدز ما خدوش من الزمالك فالزمالك أحق، لأن هو كان أفضل مننا بكتير السنة دي. كمان في فاركو بقى، الأستاذ عاطف حنفي مدير الكورة في نادي فاركو طلع وقال لعقد محمد صبحي لسه ما فعلناهوش، لكن هنفعله قبل نهاية الموسم، وانتقال لنادي، لكن لو عايز يروح لنادي غير فاركو دي مسؤوليه مجلس الاداره مش مسؤوليتنا. انا ما اعرفش حاجه عن عرض الاهلي اللي اتقدم لمحمد صبحي، وقضيت وقت القيد بتاعتنا، احنا ما لناش علاقه، احنا ماشيين سليم، احنا تعاقدنا مع اللاعب مع المريخ وجبنا البطاقه واشتغلنا، فاحنا ما عندناش اي ملامه، ما عندناش اي مشاكل. تمام. في بقى لو عايز حضرتك بعض اخبار نادي الزمالك معايا بعض الاخبار. لان مش لاقيين علي. ما انا لسه سامع لحضرتك وانت بتتكلم دلوقتي، فعرفت ان السعري ممكن يبقى عنده ظرف ربنا يعينه يعني. الزمالك طبعا حضرتك عارف انه بيستعد طبعا لمباراه الاسماعيلي في الدوري، ففي كانت بعض الاخبار طلعت على بعض اللعيبه اللي قالوا انها مصابه او مش هتلعب زي الونش وزي زي الونش وزي سيد نيمار. طبعا النهارده جهاز الفني نادي الزمالك طلع بيان وقال ان لا، اللاعبين جاهزين للمشاركه في مباراه الاسماعيلي في دور 16. جهاز الفني فيريرا قال ان هم ليهم برنامج تاهيلي في الفتره الحاليه دلوقتي عشان كده في المباريات، يعني قرر يبقى لهم برنامج تاهيلي لوحده، بس ده مش معناه ان هم مش موجودين، لا هم موجودين والموضوع يعني ماشي تمام، هم ان شاء الله يبقوا موجودين في مباراه الاسماعيلي المباراه اللي جايه. كمان موقع نادي الزمالك والكلام في نادي الزمالك كانوا بيتكلموا على اللاعب مصطفى شكشك لاعب انبي، لنادي الزمالك النهارده طلع وقال لك الجهاز الفني كان بيفكر في اللاعب لكن تراجع عن فكره التعاقد معاه، لان تالق الناشئين مع الفريق دفع الجهاز الفني ان يراجع حسابات الثانيه ويقول لك لا احنا عندنا ناشئين مش محتاجين الكلام ده، فالموضوع بالنسبه لنا قفلنا موضوع مصطفى شكشك. كمان في نادي الزمالك في الجهاز الفني النهارده برضه تصريحات بيقول لك ان احنا خدنا تاكيدات من مسؤولين في الكاس بالسماح للانديه للكل لغايه 15 سبتمبر. الصفقات الجديده مش هتتشارك معانا في الدور التمهيدي اللي هو اللي احنا هنلعب فيه، ولكن من الدور الثاني الدور ال 32 هنقدر نأيدهم ويلعبوا معانا، واحنا جات لنا تأكيدات بكده، والجهاز الفني استقر على قيد اكبر عدد من الناشئين في القائمه الاوليه اللي هيتم ارسالها خلال الساعات القليله القادمه للاتحاد. مهم جدا على فكره الموضوع ده يا علوه يا فاروق، قصدي قعدتوا تفتروا على علي شحاته لغايه ما قفش. اتفضل يا فاروق. هذا عبد الناصر. النهارده كان في بقى المران نادي الزمالك، فيريرا كان حريص جدا انه يجهز الثلاثي عمر السعيد وعبد الله جمعه
حازم امام كان مركز معاهم قوي، وده واضح ان هو هيستعين بيهم في المباراه اللي جايه قدام الاسماعيلي. كمان غاب السيبتين كانوا غايبين، طبعا عمر السعيد وعبد الحزم كانوا غايبين الفتره اللي فاتت، وفيريرا بيجهز اللعيبه الثلاثي ده عشان مباراه الاسماعيلي. وعلى الجانب الاخر كان في تدريب النهارده للزمالك كان قوي جدا وعلى بعض الجمل التكتيكيه، وفي الاخر كان واضح جدا التركيز كمان على ركلات الجزاء وفي الفقره الاخيره، وكان تالق محمد عواد النهارده صد ضربات الجزاء. ولما سال الجهاز الفني قال لك احنا بنحتمل او بنحط كل الاحتمالات، خصوصا بعد الاسماعيلي مفاقه بقى في درجه عاليه جدا من التركيز الفتره الاخيره، ومستوى اللعيبه يعني ارتفع والفريق نفسه ارتفع مع حمزه الجمل. فاحنا احنا هنفضل مركزين ومجهزين الشغل كله على اساس ضربات الجزاء، لان انت كل الكره فيها كل الاحتمالات، واحنا هنلعب على كل الاحتمالات، والفريق جاهز لمباراه الاسماعيلي ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. يمكن هي دي كانت كل الاخبار اللي عبد الناصر معانا النهارده. تحياتي لحضرتك وكل جمهورك الكريم وكل انحاء العالم.